طبعا كايا جماعه وصلت الحين رايح ملنزاني في سياره تاخذنا. شوفوا هذه السياره نزلتنا هني وهو كنا داخل متحمس اشوف المكان. الا الجو بعد الجو خطير، شكل الغيوم وايد حلو بس شوفوا كان يطق مطر خفيف واحنا جايين. الحين خف شوي، خفت الغيوم شوي وماكو مطر يعني. شوف البحر هناك، قلت اصور لكم الاجواء. ويلكم تو ملنزاني بيزيسي. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. هذا المدخل هذا هني البوابة. عجيب يا جماعة، وايد حلو صراحة. شوفوا تحسونه كوزي، ما شلون مريح. هني لازم نوريهم الكود قبل لا ندش. هاي هلو، جود هاو يو، فاين. Can I please ask for your QR code? Yes. أعطونا هذه يا جماعة، أتوقع رقم الطاولة. تشوفونها. أوكي لعبة شي تمسكونها بالإيد. أوه هذا عزف. قاعد تسمعون صوت العزف؟ جاي من هناك الصوت. شوف هذا هني ما أدري شنو. هاي هلا، وات إز ذيس؟ ويلكم درينك. هذا الويلكم درينك مالنا. راح أصور لكم إياه الحين مع فلاش. ثواني. هذا الويلكم درينك. ثانك يو. والله المكان يا جماعه وايد كوزي وهادي والالوان هاديه صراحه حلو. يعني هذا احنا الحاجزين الدينر تايم وهو في سانست وفي لانش تايم. بس هذا وقت الدينر اللي هو العشاء، في غدا وفي وقت الغروب. ما ادري من وين تدخلوا الحين نشوف. اه صوت عصافير، شو السالفة؟ شوف شكلها الدخلة من هني. هاي هلو، هاو ار يو؟ جود؟ This video for YouTube. Yes. الحين طبعا هني كله جام وش اسمه، كله جام واضاءات وزرع، فاتوقع الدخله من هناك. هذا شو يسوي هني؟ هاي هلو، واتس يور دوينج هير؟ وقاعد ساكت يا جماعه، ما ادري ايش السالفه. هاو ار يو؟ الحين راح نروح طاولتنا على الرقم اللي وريتكم اياه قبل شوي بالميداليه. طبعا في ناس قدامي، شوفوا القعده هني صوب البحر. قالوا لنا نتمشى شوي على ما بعد شوي يسوون الاكتيفيتيز مالتهم والاكل وهالامور. ف يس الاجواء عجيبه صراحه. شوفوا هني والله الاجواء خياليه، المكان ما شاء الله وايد كبير، انا توقعت اصغر من كذي. شوفوا هني مكان خيالي بالواقع يا جماعه، هو مو قاعد يبين بالكاميرا بس خيالي يعني بالواقع، وايد احلى من التصوير، وايد احلى. شوفوا هني
أنا حاب حركة هذول، ما أدري إذا البحيرات ولا نوافير، لا مو نوافير، بحيرات. أنا حاب وايد حركة البحيرات هذه صراحة، وايد عجبتني. زين، وايد حلوة. طبعا هذول الكواخ ما يشنو، بس الحين لازم نروح طاولتنا. هذول محلات، شوفوا هذول ستورز، محلات داخل المكان، يعني كل واحد فيهم هذول محل، يعني هذا مثلا محل وهذا محل. حبيت ان انتوا تقعدون كذي تسوقون بنفس الوقت، بعد ما تاكلون تتغدون وهذا او تتعشون او ايا كان، تقدرون تتسوقون هني. فالشيء هذا وايد حبيته صراحه، حلو حلو للامانه. برافو 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 على المكان صراحه، خيالي. شوفوا هذا، شوفوا هذا هني بعد محل، محل عطور. فخلى اروح الحين طاولتنا، ما ادري وينها، نشوف ايه وين بالضبط. طبعا هذا يا جماعه طعمه خيالي، ما ادري شنو طعمه، كنا حلاوه اتوقع، يمكن رمان يمكن، بس شكله لا، يعني شكله شيء ثاني، بس شنو بالضبط ما ادري. هذا هني حق القهوه او العصير. الحين رايح الطاوله، طاولتنا، طاولتنا هناك، بس قالوا لنا ان لازم نتمشى شوي قبل لا نقعد، فشكلي انا ما ادري اصعد فوق. ني اوريكم الفيو من فوق، خلنا نصعد. طبعا ارحب بكل المتابعين اليدد نيو فولورز، حياكم الله، هذه قناتي. طبعا شوفوا قاعد، الله الله الله، خيالي ما شاء الله، وايد حلو. لا تبارك الرحمن، الفيو من فوق شيء شيء صراحة، وايد حلو المكان صراحة. أنا أنصح اللي يبي تعالوا. نصعد فوق، في بعد صعدة ثانية. السلام عليكم. هذه الصعدة فوق، هني واضح ما في قاعدة. هذا البحر هناك، هذا الفيو من فوق. هناك خوش مكان حق التصوير، شكلي راح اروح هناك اصور صورة. طبعا هني في دي جي ورا، اجواء خيالية صراحة، اجواء حلوة. شوفوا هني دي جي، خل اوريكم اياه. هذا دي جي مال المكان، طبعا الجو كل ماله ويصير ابرد، بس الحلو انه للحين ما طق مطر. انا كنت خايف انه يطق مطر يخرب القعده، بس اشوى للحين الامور الامن مستتب. طبعا هناك المطعم، الحين راح ادش واصور لكم. صارت قصه، طفى تلفوني وانا قاعد اصور، فرحت حطيته على الشحن فشحنته، الحين اقدر اصور لكم. هذه النار، هذه طبعا قعدات حق اللي يبي يقعد، اصور لكم اياها بشكل اقرب. يبي ياكل حلو ويتقهوى يقعد هني. طبعا شوفوا هذه كلها قعدات. زين،
وهذه دير فجأة بس مو مبينة وايد بالتصوير، بس اللي يبي يقعد هني وهو يشرب قهوة يصور. هذه هم قاعدة هني بس شكلها أكبر، تشوفونها. طبعا في مدخل هناك، مو مدخل، وهو يعني صاير نفس ممر كذي بنص البحر. خل أصور لكم إياه لأن شكله وايد حلو صراحة. طبعا هذه جهة هم من تصلح حق تصوير وايد حلوة، وفي هني بعد ما أدري إذا يبين عندكم بالكاميرا، بس بالواقع أكيد غير. يعني شوفوا هني، حبيت إن موزعين كذي شموع على الصخر. شوفوا، فهذه أم ملنزاني بصور لكم إياها من مكان أبعد، ما أدري إذا أنا مبين ولا لا، بس قاعد أسوي باي باي. هذا الممر اللي قلت لكم عنه، حلو كذي حق تصوير. طبعا هذه قعدات هني حق اللي بيقعد. كلها قعدات. هذا طبعا البحر هني، وفي الجهة الثانية بس هني الفيو قوي بالكاميرا مبين، بس الصوب الثاني مو مبين بالكاميرا، بس بالواقع انا قاعد اشوف البحر. بس تدرون لان حتى لو شغلت الفلاش ما راح يبين معاي، فشوفوا هالجهة حلوة. شو هذا اللي قاعد هني، صوب البحر. طبعا هني كله على الممر كله في قعدات، بس هذه اخر واحدة. طلع لنا قطوة، هو عتوي شكله مو قطوة. راح، قلت خل ارجع لورا وارجع شي اصور لكم، عرفته يطلع احلى. طبعا الجو فوق ضباب وبرد، في غيوم شوي كذي شوي بس مو مبينه. هذا المدخل اللي دخلنا منه اللي كان زرع اول ما دشينا هني، هذه الدخله. طبعا هذه دخله المطعم اللي طافتني وما صورت لكم اياها. هني الاستقبال، في قاعدة برا من في احد قاعد يغني هني بعد، ما شاء الله صوتها حلو بعد. طبعا في ناس وايد ما اقدر ارفع التلفون، فراح اوريكم الحين طاولتنا وين. هذا كرسي، هناك في طاولات ثانية بعد، وهو الأجواء حتى داخل حلوة كذي، تحسون هادي المكان يعني حلو حلو. هذا عرض هني قاعد يسوي بالنار، طبعا البحر ورا
We'll get right into this next one. توه مني قالوا لي اللي جايه من الي صوتها حلو. والله صوتها حلو ما شاء الله. طلبنا حلو، وصل الحلو. هذه كيكة شوكليت وفوقها شو اسمه شوكليت آيس كريم برد كاكاو، وهذه هيزلنت شيء ما أدري شنو كيكة هذه ولا شنو ما أدري داخلها برد. توا وصلت هذه، طبعا شكلها خيالي، مانجو تشيز كيك. بس مشكورين على المشاهدة، وإذا أعجبكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب حق القناة. و see you on the next video. مع السلامة.